خلينا نروح نشوف ما أبرز ما أتت به المواقع العالمية النهاردة في المحترف. يلا نبدأ جولتنا بجريدة صن الإنجليزية اللي سلطت الضوء على أوسامين لاعب طبعا لاعب نابولي، وأكدت أن جون أوبي ميكيل ده طبعا نجم المنتخب النيجيري وتشيلسي السابق بيحاول إقناع اللاعب للانضمام إلى فريق تشيلسي الصيف القادم، وأكد على كده رغبة اللاعب في الانتقال إلى صفوف البلوز على حسب عروض وصلت من أندية كثيرة جدا على رأسها مانشستر يونايتد والأرسنال، وفي حرب الحقيقة على أوسيمين المهاجم النيجيري في نابولي، في حرب في التعاقد معه في خلال الفترة القادمة ما بين أندية كبيرة جدا جدا في أوروبا. سمعنا كمان باريس سان جيرمان ممكن يخش في هذه يعني الصراعات للحصول على خدمات أوسيمين. طبعا أوسيمين أفضل لاعب في أفريقيا السنة دي، ومقدم موسمين الحقيقة أكتر من رائعين على مستوى السيريا آ. السنة اللي فاتت حصل على الدوري الإيطالي، والسنة دي حصل على أفضل لاعب في أفريقيا. طيب في لسه معانا في إنجلترا ديلي ميرور الإنجليزية اللي أكدت على أن إدارة نادي برشلونة تتجاهل تماما نصيحة بيب جارديولا المدير الفني للمان سيتي وبرشلونة طبعا سابقا بشأن ترشيح روبرتو ديزيبري. طبعا ده ديزيربي طبعا ده مدرب او المدير الفني لبرايتون الحقيقه بيأدي اداء اكتر من رائع، وكان بيب جارديولا بيقول هو هذا المدرب هو الانسب لخلافة تشافي في برشلونه، ولكن الصحيفه الحقيقه قالت ان برشلونه لا يفكر في هذا الاسم على الاطلاق وبيتجاهل نصيحه بيب جارديولا. موقع فوت ميركاتو الاسباني اهتم بابراهيم دياز لاعب ريال مدريد، واللي الموقع اكد ان وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب قرر ضم اللاعب لمعسكر منتخب المغرب في شهر مارس المعسكر القادم، وابراهيم دياز وافق بالفعل على الانضمام لمنتخب المغربي ولديه الرغبه لتمثيل المنتخب المغربي، بالرغم ان لويس دي لافونتي طبعا ده المدير الفني لمنتخب اسبانيا كان عنده الرغبه القويه لضمه للمنتخب الاسباني. لسه مع فوت ميركاتو الاسبانيه اللي اكدت كمان ان باريس سان جيرمان وضع على طاولته العديد من الاسماء لتعويض رحيل كيليان امبابي نهايه الموسم، من ضمن هذه الاسماء ماركوس راشفورد طبعا، وزي ما قلت لحضراتكم أوسامين النيجيري، لكن الاسم الابرز وفقا للموقع هو لياو رافائيل لياو لاعب الميلان طبعا النجم البرتغالي الرائع في صفوف ميلان الايطالي. دي كانت يمكن اهم اخبار المواقع العالميه.